السلام عليكم. بارك الله عليكم خوتي خواتاتي الكرام. وهذه أنا كنت ديجا قلت لكم بالله الرحلة بغات إن شاء الله دير انطلاقة إلى كتب الله من العيد الفطر إلى كتب الله تعالى. لما عدت من وزعنا هذه الرحلة كقدر الله وزعنا هذه الرحلة عدتكم الرحلة زوينة عتكون مثلا عتكون متعة بالنسبة ليا والإخوان والأخوات جاي يتابعوني حتى هما غادي يعيشوا معايا الأجواء وغادي يعيشوا يشوفوا معايا بلايص جميلة وحتى الحياة السعيدة. بالنسبه للانسان هي احسن حاجه اللي خاص يشوفها الحياه ديالو وخاص يدوزها الحياه ديالو. راه الاخوان راه شنو كاين راه هي اللي كاين اشنو كاين في هذا العالم؟ كاين البر وكاين البحر كاين البر وكاين البحر هو خاصك البحر ضروري تشبع منه وتمشي ليه. علاش الناس العقليه الناس واعري البحر ضروري في الصيف كنتي كدوزي واحد الشهر ولا شنو هو ما كتخلي حتى بلاصه في شي بحر في سميت ما عجبك شي بحر كتمشي ليه شي بلايا وكتدور. علاش؟ شوف ملي كتمشي للبحر كيعجبك الحال ملي كتمشي للبحر كيعجبك الحال كيعجبك داك المنظر ماشي كيعجبك حتى لا كيعجب بزاف ديال ونقولوا العروق ديال الانسان المخ ديال الانسان العينين ديال الانسان العروق ديال العينين ديال الانسان جميع جوارح ديال الانسان اللي كيعيشوا الحياه السعيده مع هذا البحار. واش فهمتوني اخوتي الكرام؟ علاش ملي كتمشي للبحر كترتاح وكتفهمتي وكتنسى كتنسى ليا كلشي بشار كيكون طالع لي قدام كتمشي للبحر كاع بعض المرات كتكون ملي كنت حدا سميتو عندك السكة عندك لكن السكة هنا يعني ولو تاني هادي راه السكة كنقطعو حنا من هنا شوفوا جاي شي تران من هنا ما جاي والو اييه مزيان صافي صافي دابا مزيان دابا مزيان دابا يلا دخلت للشانطي ان شاء الله بحول الله حنت دابا حنت كنكون فهمتي خارج من سميتو السكنه ديالنا حنايا وكنجي من هنا كنجي من هنا وكنجي نتقدى على البيكالا اللي خاصني شي حاجه ولا شي. انا صراحه كنعيش مع البيكالا فهمتي هذا هو اللي كاين داكشي علاش بنعيشوا معايا هذه الرحله ان شاء الله الا كتب الله تعالى. انا نسيت لكم نبقى معكم في الموضوع اللي نبقى معكم في الموضوع ديال البحار هذا هو اللي كاين. علاش داكشي علاش قلت لكم مثلا وهذا موضوع كامل على سميتو قلت لكم البحر راه فهمتوني نتوما غتكونوا فهمتوا لي على القضيه ديال البحر فهمتوني. راه كذلك اخوتي الكرام
راه كذلك اخوتي الكرام، خوتي خواتاتي، راه الدريه الدراري راه كذلك البر. دابا البر كيفاش خاصك تنتقم من هذا البر؟ واش فهمتوني الدريه الدراري؟ كيفاش دابا خاصكم تنتقموا من هذا البر؟ وقيلا نهودوا من هنا، ندوزوا من لهيه، بلاتي نهودوا من هنا، بلاتي نهودوا من هنا يا حسن كاع، فهمتي؟ نهودوا من هنا حسن، نهودوا من هنا حسن، ليشان، نهودوا من هنا حسن الليل. داكشي علاش قلت لكم اخوتي خاصكم كيفاش تنتقموا هاد البلاصة هادي اللي كان فيها السوق وحولنا انا عن ملي عندور عنقلب لكم وعتشوفوا معايا البلاصة كان فيها السوق. هاي بلاتي البلاصة هادي كان فيها السوق، هاي شتيها هاي الفوق هنا بلاتي ندور لكم نشوفوا بلاتي ندور لكم باش تعيشوا معايا بلاتي هاد البلاصة هادي البلاصة هادي كاملة هادي كان فيها سوق، هاي هنا كان سوق هنايا كنعمرو حنا التلات السوق نعمرو حنا التلات وحولناه من هنايا ما كان وسط المدينة وهادي راه حولوه من هنا وباقيين شي شوية مجموعين هنايا واحد شي ناس باقيين جامعين شي لعيبات هنايا باقيين شي حوانت هنايا ما بغاوش شي سميتو شي قويطنات باقيين على الشانطي باقيين مخلينهم على حساب السوق كانوا محسوبين على السوق كانوا محسوبين على السوق كانوا محسوبين على السوق كانوا محسوبين على سميتو محسوبين على سميتو على على السوق هاد الكويطنات هنايا وكانوا باقيين مخلينهم هنايا كيديروا كل واحد جزيري كاين اللي داير خضرة كاين اللي داير لعيبات ولا واش داير فهمتي هاذي راكون كانت شي سير حد خرج تمحي طيح عليا داكشي باش قلت لكم اخوتي الكاميرا مزيانه في المدينه الكاميرا في المدينه مزيانه احسن من التليفون التليفون معيق يشوفوا الناس وهذه الكاميرا مزيانه كاميرا غاليه اخوتي بزاف صراحه اخوتي ديال الله كاميرا غاليه بزاف واش انا قد نشري كاميرا كاين واحد الكاميرا صغيره كدير فيها كارت ميموار وكشي ما كتبان مولو في المدينه فهمتي لا بغيت تصور بها ولا غاليه واش انا قد نشري كاميرا ب 7000 درهم ما لقينا حتى تليفون هنايا كتعمر هاد البلايص هنايا هنا دابا هنا مثلا فهمتي هاد البلاصه كيقول كتعمر داكشي قي الشهر بحال قي الشهر بحال داكشي القديم هنا كيعمر هنايا داكشي باش قلت لكم الاخوان كيفاش خاصكم تنتقموا من البر فهمتوني بلاتي كيفاش خاصكم تنتقموا من البر
داكشي باش قلت لكم انا كيفاش اخوان خاصكم تنتقموا من البر بلاتي. داكشي باش قلت لكم اخوتي الكرام، قلت لكم كيفاش خاصكم تنتقموا من البر. دابا البر خاصكم كيفاش تنتقموا منه، هو دابا تنتقموا منه دابا خاصكم تدورو فيه، مثلا خاصكم بيكالا بحال الموتور، فهمتي؟ ما تخلوش شي بلاصه وديروا مثلا الخيمه ديالكم وهادي، وكل ما كتخلو حتى بلاصه دوار بدوار شانطي بشانطي، فهمتي؟ قبيله بقبيله، هنا فين كتسمى بالله لك انتقمتي من البر. وهادشي كنت باغي، هادشي باغي ندير انا الا كتب الله سبحانه وتعالى بحول الله ان شاء الله بحول الله. هادشي اللي قلنا ان شاء الله بحول الله، هادشي اللي كنا اللي قلت انا ان شاء الله. وعاد الا كتب الله، حنا كنقولوا الا كتب الله سبحانه وتعالى، فهمت؟ مولا باقي خاصني بزاف انا لا خيمه لا وحلت فيها، لا دايره 24000 قيطون خيمه دايره 24000 ريال وحلت فيها وبوطه وبزاف ديال الحوايج، ماشي ساهل هادشي. ها بغيتي تجمع هاد اللعيبه خاصك 2000 درهم ولا والله يدير شي تولد خير، والله نتمناو من الله يصاوب من عنده. هذا هو اللي كاين. يلا الاخوان، كنتمنىكم فرجه طيبه، وعمشي نتقدم من واحد البلايص لا كاين تما مقاده معكم، واحد اللعيبه ونرجع بحال هادي في البلاصه عند بالفطور قريب. يلا شكرا لكم بزاف، وتحياتي لكم ولكم عزاز وغاليين اللي جايين بارطاجيو مع خوكم والله يعاونكم.